تخلت عنه أمه بعد رؤية وجهه، لكن ما فعله طبيب لا يمكن تصوره. هذه القصة ستجعل قلبك مليئا بالسعادة. هذا هو آدم، طفل جاء إلى هذا العالم في 18 من سبتمبر 2011 في الهند. ولد بوجه مشوه، لكن لحسن الحظ أن قلبه ورئتيه ودماغه يتمتعون بصحة جيدة. ومع ذلك تخلت عنه أمه وقالت إنه من العار عليهم أن يحصلوا على هذا الطفل في مجتمعهم. لم تتمكن رجا وجيسيكا باوراج الطبيب والممرضة اللذان عالجا حالة آدم من السماح لهما بإنهاء حياة الطفل، ففعلوا شيئا لا يمكن تصوره. تزوجت رجا وجيسيكا وقررا تبني آدم الذي يعاني من اضطراب وراثي غريب يعرف بمتلازمة بارتوكاس باباس. أخذوا الطفل إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، ولكن بما أنه ليس مواطنا أمريكيا فإنه لا يستطيع الاستفادة من أي برنامج صحي، لذلك اضطروا إلى الاعتماد على التبرعات. لحسن الحظ تمكنوا من جمع 100,000 دولار لمساعدته في أسبوع واحد.